اسمعني يا اخوي العزيز، اسمعني يا حبيبي، بس اسمعني يا حبيبي، اسمعني بس. تفضل شنو؟ يلا اوكي. هذا الشارع سموه شارع بيطره مو؟ وهذا شارع الاطباء. شارع الاطباء، هذا شارع الاطباء، هذا مو شارع الاطباء، لا احد يزعل من عندي، هذا شارع فوضى. هاي شارع شارع مو ختمت برج. اسمعني يا اخوي العزيز، بس اسمعني يا اخوي العزيز، اسمعني يا اخوي العزيز، اسمعني يا حبيبي، بس اسمعني يا حبيبي، اسمعني بس. تفضل شنو؟ يلا اوكي. كان سوق نظامي، اجى قال احنا لقينا لكم بديل، ماشي البديل صار، هاي هي جي. يعني ما اقول لك حديده ما خلوا احد يشيل، طعجوا السندويش كله، طعجوه وحطوه باللوري. غير ثاني يوم، ثاني يوم غير ثاني يوم يصير البديل، طعجوا السندويش وكملوا وجوا حفروا القاع وراحوا. تم اعرف هاي السالفه ايه؟ احنا نريد الحل. الحل شنو؟ الحل معطيني. الحل وينه؟ الحل موجود طبعا مشاهدينا الكرام. انا دا اقول هذا هو الشارع. انا اشكر دولة رئيس الوزراء على كل المشاريع اللي قاعد يشتغلها بجميع بغداد، وانا اتمنى هاي منطقة ابو غريب بالذات، قضاء ابو غريب، قضاء ابو غريب منكوبة بشوارعها بمجاريها، ماكو اي خدمات بها، خدماتها صفر لحد هاي اللحظة. لكن انا اتمنى من عندي لكل الناس هنا واصحاب البسطيات والقوت اليومي والرزق مالتهم، هذا شارع مستشفى، يعني اللي يجي منها كمريض بالسياره بما يوصل المستشفى هو ميت، هو ميت بسبب الازدحامات والتكاتك الموجوده. هاي امامكم تشوفوها قدام عينكم، هاي قدام عينكم، هاي شغله. يا اما الكل ينتقل الى سوق بديل، سوق اي سوق بديل، مو الا هذاك عمي، اي سوق بديل. واني اتمنى اتمنى من البلديه، بلديه ابو غريب وقائم مقام ابو غريب استاذ عثمان المعاضيدي والقوه الماسكه للمنطقه انه يتجهون الى السوق البديل، السوق البديل حتى يكون شيء نظامي. انا خطاب القصاب، وانقلنا الواقع الموجود بالشارع العراقي، والمصور ايمن الخالدي.